اللهم اجعل لنا في هذه الليلة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا ومن كل مرض شفاء ومن كل دين وفاء ومن كل حاجة قضاء ومن كل ذنب مغفرة ورحمة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ويسر أمور المسلمين اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك في شهر رمضان المبارك وفي هذه الليلة المباركة اجعلنا من الميسرين لطاعتك مغفورين الذنب مقبولين التوبة عتقائك من النار اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وقنا من فتن الزمان واغمرنا بالأمن والأمان وسلامة الأوطان اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب فلك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر أكرمنا في هذه الليلة المباركة والقف بنا في هذه الليلة المباركة وأجرنا من النار في هذه الليلة المباركة وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تسلم عليهم الملائكة. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا دعاء مستجاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم قو إيماني وارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثني أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق،
بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.